تفضل يا عامر لتستلم الشيك بمبلغ 5 ملايين ريال مكافأة المساهمة في القبض على سفاح منفوح. كم يا عامر؟ كنسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنسل؟ زين انك قومتني باخر الحلم. يبا حلمتني مسكت سفاح منفوح واعطوني مكافأة. حلم الضبعة. كم صار المس؟ كم؟ أبوك التحطيم. ده حلو انت مسكت السفاح؟ قام يا واد على هرش فاضي. ليه يعني؟ ما انا بكفو. مين انت بكفو؟ اقول المرة الجاية تغطسين ونام احسن لك. يا ورع انتو يا انا احلامي بطولات وانتم حققوا احلامكم بالكود والبلايستيشن، وحلمي ذا ابى احققه. يا ابو ذا سفاح ما يلعب. عامر انا معك. صاحي انت الثاني. يمكن يطلع كلامه صحيح، لا تضيع علينا الملاعين. كفو يا كفته، خلهم هم يلعبون بلايستيشن وحنا نلعب بالملايين. يا حرام، بذوره في سن الزهور راح يروحوا ضحيه للسفاح عشان الفلوس.